صباح الخير يا كيزي، النهاردة هنكمل مع بعض مجموعة الدروس اللي احنا بناخدها في نافذة اللغة العربية. هناخد النهاردة الحروف المتشابهة من حيث الشكل. شايفين الحروف اللي قدامنا؟ عندنا حرف الجيم والحاء والخاء. يا ترى هما شبه بعض في ايه ومختلفين في ايه؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. اول حرف عندنا حرف الجيم. طيب تعالوا نشوف بيتكتب ازاي. بعمل خط على السطر نايم وانزل بنص دايرة، حط النقطة جوه. ده كده حرف الجيم، ما هو مش ماسك في ايده اي حرف تاني. طيب لو انا هخليه يمسك في ايده حرف تاني هعمله ازاي؟ هعمل بق سمكة وخط نايم على السطر وحط النقطة من تحت. حرف الجيم وهو قافل ايده مش ماسك في ايده حرف تاني بيبقى النقطة في بطنه، لكن لو هيفتح ايده عشان يمسك الحرف اللي بعده بحط النقطة فين؟ تحته. يبقى ده اول شكل معانا، هو شكل حرف ايه؟ الجيم. طيب لما اقول حرف الجيم اول كلمة بتيجي في دماغي كلمة ايه؟ كلمة جمل. طيب تعالوا نشوف الحرف اللي بعده. تاني حرف هو شبه حرف الجيم قوي، بس ايه شايفين عليه نقط او في اي نقط خالص؟ لا ما فيهوش نقط. طب الحرف ده اسمه ايه؟ اسمه حاء. اسمه ايه؟ حاء. يعني ما اسموش ح؟ لا ما اسموش ح، اسمه حاء. طيب تعالوا مع بعض نعرف بيتكتب ازاي. قلنا بنعمل خط وانزل منه بنص دايرة، هحط له نقط؟ لا مش هحط اي نقط خالص. يبقى ده شكله وهو مش ماسك في ايده اي حرف تاني. طب لو انا عايزاه يمسك في ايده حرف تاني هكتبه ازاي؟ برضو هعمل بق سمكة خط نيم على السطر. طب احط النقط؟ لا هو في نقط وهو منفصل. لا يبقى لما اعمله متسع عشان يمسك في ايده حرف تاني مش هحط له اي نقط. طيب لما اجي انت اقول حرف الحاء ايه اول كلمة ممكن تيجي في دماغي؟ كلمة حصان. طيب تعالوا نشوف اخر شكل في الحروف دي. اخر شكل عندي شكل حرف الخاء. طيب انتوا شايفين كده حرف الخاء النقطة بتاعته فين؟ شاطرين، النقطة بتاعته فوق دماغه. طيب تعالوا كده نجرب نكتبه هو منفصل مش ماسك في ايده اي حرف تاني. بنعمل خط انزل بنص دايرة، حط النقطة فين؟ شاطرين، حطها فوق دماغه. طيب ده شكله وهو مش ماسك في ايده اي حرف تاني. طب انا عايزة يمسك في ايده حرف تاني هكتبه ازاي؟ برضو هعمل بق سمكة وخط نايم على السطر، والنقطة بتاعته فين؟ مش هو منفصل النقطة بتاعته فوق دماغه، هعمله برضو هو متصل النقطة بتاعته فوق دماغه. طيب لما يجي اقول حرف الخاء اول كلمة ممكن تيجي في دماغي كلمة ايه؟ برافو، كلمة خروف. تعالوا تاني نراجعهم مع بعض. احنا قلنا اول حرف كان حرف الجيم، النقطة بتاعته بتتحط فين وهو منفصل؟ بتتحط في بطنه. طب لو انا هكتبه متصل بعمل بق سمكة خط نايم على السطر، والنقطة بتاعته تتحول من بطنه لفين؟ لتحته. طيب وقلنا الكلمة اللي عليه اللي بفتكرها بيه كلمة جمل. طب تعالوا نشوف اللي بعده. كان حرف ايه؟ كان حرف الحاء. حرف الحاء فيه نقط؟ لا ما فيهوش نقط خالص. طيب يبقى مش هحط له نقطة ولا فوقه ولا نقطة في بطنه، بيكتب من غير نقط خالص. وقلت لما عاوز اكتبه متصل او ماسك في ايده حرف تاني بعمل بق السمكة وخط نايم على السطر وبس، ولا بحط نقطة في بطنه ولا تحته ولا فوقه. طيب تعالوا نشوف اخر حرف. الحرف الاخير اللي شبههم كان حرف اسمه ايه؟ حرف الخاء. طيب حرف الخاء قلنا النقطة بتاعته فين؟ فوق دماغه. طب لما اجي اكتبه متصل عشان يمسك في ايده حرف تاني النقطة هتبقى فوق دماغه ولا هتحط في حتة تاني؟ برافو، هحطها برضو فوق دماغه.
قلنا الكلمة اللي بفتكر بيها حرف الخاء كلمة ايه؟ كلمة خروف. طيب تعالوا نشوف كده، جايب لي ايه؟ 3 صور وجايب لي عايزني اكتب الحرف بتاعهم. طيب تعالوا نشوف كده ونقرأ ونشوف ممكن تبقى الحرف ايه. اول صورة صورة ايه؟ صورة خبز. خبز نطقت اول حرف ايه؟ فكرين كده، خ خ خبز. الحرف ده يبقى حرف ايه؟ هيبقى حرف الخاء. تعالوا مع بعض نكتبه هو منفصل. احط النقطة فين يا كيجي؟ برافو، هحطها فوق دماغه. طب لو هكتبه متصل عشان يمسك في ايده حرف تاني؟ فوق السمكة وخط على السطر، والنقطة بتاعت فين؟ فوق. طيب الصورة اللي بعد كده عند صورة ايه؟ حبل. حق حق، يبقى هيبقى حرف ايه ده؟ حرف الحاء. طيب تعالوا نكتبه مرة متصل ومرة منفصل. وهو منفصل قلت بعمل خط على السطر وانزل بنص دايرة. طب لو هو متصل اعمل بق سمكة وخط على السطر. طيب اخر صورة معايا صورة ايه؟ جرز. ج ج نطقت حرف ايه؟ حرف الجيم. طيب تعالوا نكتبه كده وهو منفصل، نقطع سطر ونص دايرة. طيب النقطة بتاعته هتحط فين؟ فكروني. برافو، هحطها في بطنه. طب لو انا عايزة اكتبه متصل يعني ماسك في ايده حرف تاني هكتبه ازاي؟ برافو، قلنا خط بق سمكة وخط نايم على السطر. النقطة بتاعته هتبقى فين؟ في بطنه ولا فين؟ شاطرين، هتبقى تحته. يبقى احنا كده خدنا حرف الجيم وحرف الحاء وحرف الخاء وعرفنا هما مختلفين في ايه في الشكل. اشوفكوا في فيديو تاني يا كيجي.